يقول: ما هي الأشياء التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها في آخر الصلاة؟ وقد ذكر لبعض الإخوان أنها أربعة، وضحوها لي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في آخر تشهد الأخير في الصلاة هي الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه هي الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في التشهد الأخير. نعم.